السلام عليكم. غبرت عليكم ياك المهم اسمح لي حيت كنت رحلت بزاف ديميناجي جوج مرات سبتمبر اكتوبر دوزت في السود ودابا راني طلعت للشمال لو نور. المهم هاد النهار فقت قلت ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار نصوب شي دجاجة محمرة بداكشي اللي عندنا. انا يلا جيت سكنت هنا يلا بديت نسكن هنا دونك ما عنديش بزاف الحوايج العطية الماكلة مي غنديرو دجاجة محمرة ديال الطلبة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. دجاجة محمرة غادي نحتاجو دجاجة ها هي غادي نغسلوها ونقيوها مزيان. انا ما عنديش فران دونك نديرها في الكوكوط ولا كاسرونة. ما عنديش حتى كوكوط مزيانة دونك نديرها في طاجين. نديرو طاجين سير على الله. انا غسلتها مزيان ملي جيت غسلها تغسلها مزيان هنا بين الفخاد والداخل ياك خصك تزولها هنايا بالفخاد خصك تزولها واحد الجلودة كيكونوا صغيورين. الدجيج هادي من عام ثاني مستلات ايوا وهادي بخاطر اللي عنده خاطر خاطر الغايب والحاضر معليناش. المهم لقينا دابا غادي نبداو نديرو العطرية ديالها. غادي نحطو الدجاجة ديالنا في طبسيط غادي ناخذ شي بول نبداو ندير فيه العطريه. انا اول حاجه ما كنت عاود ندير هذا الفيديو ماشي لا قزبر لا معدنوس ولكن عندي ديجا قزبر يابس حتى هو مزيان فيرسي. غادي ندير واحد شويه ومن الاحسن ديروا ثلاثة ديال الريوصة ديال الثومة. عندي ثومة غبرة غادي ندير شي ثلاثة ديال معالق صغيرين. المهم شحال ما كثر من الثومة شحال ما مزيان. اللي عنده القرفه مزيان انا ما عنديش قرفه ما غاديش نديرها الحمار ولا التحميره. شي معلقه صغار لا بزار شي معلقه صغيره جانجونغ حتى هو معلقه صغيره خرقوم حتى هو معلقه صغيره. انا كندير عيني ميزان والملحه حتى هي معلقه صغيره. غنجيب زويته نديرو شويه ونبدا نخلط نزيد شوية د الماء المهم عندكم ميزانكم إلا بغيتو دابا تزيدو شي عطرية شفتوها ناقصة زيدوها. أبخي غادي نزيد زيت بلدية واحد شوية باش نسموها هادي الدوميرة ديالنا. وغادي نخشيو الدجاجة ديالنا ونرولوها مزيان هنايا شي باين باين على الاول باين يطلع ناضي. ونخرق هاد الشي مزيان على سيدي ونخشيو لداخل عاوتاني ما نساوش لداخل نديرو فيها التعميره ندينو بيدينا. صافي ها هو الدجاج ديالنا دغبرناها مزيان. اش غادي ندير دابا غادي نخليها لو ماكسيموم بوسيبل دونك انا غادي نخليها اونفيرون دي زور باش تشرب مزيان وتغمى عاد ندوزو للمرحله الجايه. دونك خلاصه غادي نديرو الدجاج بالفريز ناقصني الحامض والزيتون والخبز غادي نمشي نشريهم دابا يلا معايا يلا. What we do here is go back 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 back
صاحبتي بما علمنا الدجاجه تشرمل في الشرموله ديالها ومشينا تقدينا داكشي اللي كان ناقصنا يعني الزيتون والحامض والخبز حامض مسير غادي نبداو نصوبوا الفريت بما الدجاجه راه مازال في الشرموله ديالها خليوها مده طويله دونك الفريت او لا بما يصطلحوا عليه بالفريت غادي نبداو نصوبوا ناخذ بطاطا نقشروها نقيوها ونبداو نقطعوها بحال هكا رونديرها بحال هكا ايوا ونبداو نقطعو فريتا فريتا زوينه فريتا بون نرجع للميثود تراديسيونيل ديال تقطع البصله كي تكزا تشارميل نشدو البصله ديالنا انا قطعت نقطه شي 4 البصلات غادي نقطعها بميثود تراديسيونيل كما قلنا يعني كتقدر بها هكا قطيه هكا باش ملي كطيب كتحسن مزيان كتجي زوين احنا طيرنا الطرف من الصباع بعد ما قطعت البصله وقطعت صباعي ويدي شوفوا بحال هكا طريفات صغيرين غادي نجيبوا الدجيجه ديالنا نعم سيدي ها هي الشرمله ولا مشرمله ولا خوزوز نزول هذا البلاستيك بالنسبه لديك العيالات اللي كيطيبوا في كيطيبوا في العراسات ما بقاش ديروا داك لي غورماك ديال ويلي قطع الجلده بزاف ولا شي حاجه حنا كنتعلم اول مره طيب هادشي يا بسم الله نديروا لها بليصه في الطاجين نكبوا عليها هاد المرقه غادي ناخذو حامض مسير نقطعو طريفات ونستفوه على الطواجن ديالنا الزيتون حتى يطيب الطاجين ديالنا عاد نزيدو الزيتون ماشي دابا بالنسبه للزيت غادي ناخذ حتى هي ندير واحد شويه حيت يمكن ما فيهاش ما درتش في الاول ما درتش لتحت المهم نزيد واحد شويه ما فيها باس كيمياء كاوا ويجي تنكسم انت يا معلم انت يا سيدي مولاي هذا نديرو له داك اللعبه ديال هكا نخليوه يطيب نخليوه يطيب واحد شويه ونبقاو نفقدوه مره مره او ميم طون غادي نديرو الفريك خصنا نقليو الفريك بيان سور درت بزاف الفريك على ما بان لي نستفو فوق مقله فيها الزيت سخونه الفريك اللي قطعنا قبيله هاكا نضرب كلشي كيعرف يصوب فريك باش حتى فريك نصوب علموكم نديروه عافاكم وقفوا معنا رجال ها ايوا نقليو كاع الفريت ديالنا الطواجن ديالنا يسخن نتلاقاو في التالي باش نقدموا الطبق ديالنا يا الطاجين ديالنا طاب الطاجين ديالنا سلا شي ناضي 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 بالجد الدجاجة محمرة او قرب لي سالي تقريبا راه طاب غادي نزيدو له زويتنات زيتنا بلا عدم وغادي نخليه شويه يسخن على من ما طاب الفريت على ما نقلي الفريت وغادي ندير الفريت عليه وصافي الطبق ديالنا واجد شي طلع ناضي شي هيوا شي هيوا هيا نبدا نقلي الفريت احنايا هاد الدجيجه ديالنا الدجاج بالفريت داكشي طالع الحلاوه 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 باقي كيبقبق معسل الحامض مصير عساني كيزيد كاع في الشيء وشف شف 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 الله 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 عليك يا سن بسم الله خذ شبني البنه البنه خارجه من شحال توحشت هاد الماكله هادي شحال ما طيبت
مساكن في واحد الجبل. كانت عندي الصراحه المؤهلات باش نطيب، ما كانش عندي الريزو باش نمونطي ونقاد الامور، ما كانش عندي الوقت سيفتو. دونك الصراحه توحشتني هذه المكر. انا نرجع ان شاء الله نبداو فيديوهات على سني ازيرو. ها فيديوهات كني قص قص قص. ما تنساوش جيم كومونتير ابوني، قولوا لي شنو بغيتو، شنو بالكم في هذا الشيء، شنو بغيتو نطيبو المره الجايه. تهلاو فراسكم وكلو مزيان، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. سلام.